بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمود عمر، مدرس لمادة لغة الجميلة الصف الرابع الابتدائي بمدارس العبير الأهلية. مرحبا بأبناء طلاب الصف الرابع في آخر درس من دروس الفصل الدراسي الثاني، وهو اختبار الوحدة الرابعة. أبناء الطلاب، علينا أن نستمع جيدا إلى النص حتى نستطيع بإذن الله الإجابة على الأسئلة الواردة بعد النص. جرة الفخاري: كان وليد طفلا نشيطا يعمل مع أبيه في صنع جرار الفخاري، وهذه الجرار تصنع من الطين، يحبها الناس لشكلها الجميل ولأنها تبرد الماء إذا وضع فيها. كان والد وليد يرتاح في يوم الجمعة، ولكن لدى وليد سر صغير أخفاه عن والده. في يوم الجمعة تسلل وليد إلى المعمل وقام بخلط الطين، وصنع جرة كروية وقام بزخرفتها، ثم وضعها في الشمس لتجف. وعندما جفت الجرة أراد وليد أن يفاجئ والده ليريه جرته الكروية، ولكن كلما وضع الجرة على طاولة المعمل تحركت ومالت لأنها كروية الشكل. قال وليد: ما العمل؟ وأخذ يدور ويدور وهو يفكر في حل لجرته التي ابتكرها. ثم خطرت له فكرة، ذهب إلى المنزل ومعه الجرة، وأخذ عقال أبيه ووضعه تحت الجرة لكي لا تتحرك. وعندما شاهد أبوه الجرة الكروية دهش وفرح بابنه النشيط وقال: ولكن ألم ترى عقالي يا وليد؟ قال وليد: بلى، هو يمسك الجرة يا أبي العزيز. فضحك أبو وليد وأشار عليه أن يصنع قاعدة لجرته من الطين تشبه العقال. ثم وضع وليد الجرة على طاولة داخل البيت، وبذلك شاركت الجرة في إظهار منظر جمالي رائع. الآن نقرأ الأسئلة حتى نجيب عليها بشكل صحيح. لابد أن نتذكر المعلومات التي استمعنا إليها. أولاً، أختار الإجابة الصحيحة. أبو وليد كان يعمل خياطاً، فلاحاً، خزافاً، صياداً. أحسنت، أبو وليد كان يعمل خزافاً. اليوم الذي كان يرتاح فيه أبو وليد هو يوم السبت أم الأحد أم الاثنين أم الجمعة؟ إجابتك سليمة، يوم الجمعة. يروي الكاتب هذه الأحداث بمشاعر الدهشة، الغضب، الاستمتاع، الحزن. أحسنت، بمشاعر الاستمتاع. عدد الشخصيات التي وردت في النص، هل هي شخصيتان، ثلاث شخصيات، أربع شخصيات، خمس شخصيات؟ أحسنت، هما شخصيتان، الوالد ووليد. يتسلل بمعنى يمشي بخفة، يقفز، يزحف، يمشي بسرعة
أحسنت الإجابة، يمشي بخفة. ضد كلمة النشيط، هل هي عنيد أم بطيء أم كسول أم غريب؟ أحسنت الإجابة، كسول. أعلل لما يلي، أي أذكر السبب. يحب الناس جرار الفخار، لماذا يحب الناس جرار الفخار؟ أحسنت، لشكلها الجميل ولأنها تبرد الماء إذا وضع فيها. الجرة التي صنعها وليد كانت تميل ولا تثبت. الجرة التي صنعها وليد كانت تميل ولا تثبت، لماذا؟ لأنها كروية الشكل. أحسنت. أحدد الاسم المجرور مع الضبط بالشكل الصحيح، أين هو الاسم المجرور من هذه الجمل مع الضبط بالشكل، أي وضع الحركة الأخيرة في الحرف الأخير من الكلمة؟ وضع وليد الجرة على الطاولة. أحسنت، الاسم المجرور هو الذي يأتي بعد حرف الجر، وحرف الجر هنا على، فتصبح الإجابة الطاولة، وضع تحتها كسرة فتصبح الطاولة. فرح بابنه النشيط، حرف الجر هنا، أحسنت، الباء، وابنه اسم مجرور ونضع تحتها الكسرة. يفكر في حل لجرته، هنا في أكثر من اسم مجرور، في حرف جر، حل هذا هو الأول، اسم مجرور ونضع تحته الكسرة تحت اللام، لجرته اللام أيضا حرف جر، وجرة اسم مجرور ونضع تحتها الكسرة. أستخرج من النص أسلوب استفهام وأكتبه، ما هو الأسلوب الاستفهام؟ هو أسلوب يبدأ بأداة من أدوات الاستفهام وينتهي بعلامة الاستفهام، والمراد منه إجابة عن شيء مجهول لدينا. نتذكر النص ونعود إليه حتى نستخرج منها أسلوب الاستفهام. ألم ترى عقالي يا وليد؟ هنا أسلوب استفهام. ما العمل؟ أيضا أسلوب استفهام. أجيب حسب المطلوب بين الأقواس، ذهبت إلى فراغ، أملأ الفراغ باسم مجرور مناسب مع الضبط بالشكل الصحيح. ذهبت إلى، أحسنت، المدرسة، وأضع تحتها كسرة. الجمعة جرة، الطين، الجميل، هؤلاء، أضع خطا تحت المعرفة وخطين تحت النكرة، أين المعرفة وأين النكرة؟ من يذكرني أبناء الطلاب بأنواع المعارف؟ أحسنت، المعرف بال، العلم، الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة. والآن علينا أن نفرق ما بين المعرفة والنكرة في الكلمات التالية: الجمعة معرفة لأن بها ال، جرة نكرة فنضع تحتها خطين، الطين معرف بال فأضع تحتها خطا، الجميل أيضا معرف بال
فنضع تحتها خطا هؤلاء أحسنت اسما من أسماء الإشارة فنضع تحتها أيضا خطا واحدا. إلى هنا أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية دروسنا الخاصة بالفصل الدراسي الثاني. رجينا من الله أن تكونوا بصحة جيدة، وكل الأمان لكم بالنجاح والتوفيق. في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.